حياة خير بداية كده لليوم وللحلقة النهاردة. أسعدتونا، كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك منورينا النهاردة. أنا برحب بيكم طبعا، مطرب محمد حسن والمطربة حنان عصام والمطربة رحاب عمر، وطبعا تحياتي لكل العازفين اللي موجودين معنا النهاردة. كل سنة وحضراتكم طيبين، منورينا في التاسعة. الأغاني الوطنية وعلاقتكم بيها بقى، واحكوا لنا كده، دار الأوبرا وموجودين في فرقة الموسيقى العربية وما شاء الله أصوات من ذهب، بنفتخر ان انتم موجودين معانا النهارده. نبتدي من محمد، اتفضل احكي لنا كده ازاي دخلت دار الاوبرا من البدايه. دار الاوبرا كان السبب فيها بعد ربنا الله يرحمه كان والدي سميع قديم قوي. كنت اعزمه على الحفلات في الجامعه، يقول لي لا لازم عشان اسمعك صح لازم تروح دار الاوبرا، ما فيش غيرها. فالحمد لله ربنا كرم، منتخب الجامعه لقيت صحابي في الموسيقى، يعني لقيت صحابي بيقولوا يلا في اختبارات في دار الاوبرا، فروحنا الحمد لله ربنا كرم. ووالدي اول حفله يجي لي كانت 2009 ولا حاجه، انا فاكر بالظبط، بس بعدها اقتنع ان انا مطرب، قال لي لا انت مطرب ما شاء الله، ولا هجي لك بعد كده. وانت كنت بتحب الاغاني القديمه وبتحب الستايل ده، ولا انت يعني اخترت يعني ليه اخترت دار الاوبرا والموسيقى العربيه؟ عرفت الفن الصح والفن اللي بجد هو الناس القديمه دي، فهي دار الاوبرا. لما دخلت الاوبرا وابتديت، لا ده في موضوع كبير كان غايب عني خالص، مع الوقت طبعا عشقت مش حبيت بس كل الاغاني القديمه، وبقت هي دي يعني الحاجه الاساس، الحاجه اللي مبنيه صح، الحاجه اللي تخلي اي فنان يكبر هي الاغاني الموسيقى انت العربية. بتقولي في الاوبرا من 2009 تقريبا بالظبط، بنتكلم في يمكن 13 سنه طبعا ولا حاجه. طبعا اتعلمت ايه اكتر حاجه انت شايف ان انت اتعلمتها داخل دار الاوبرا؟ هقول لحضرتك يعني اتعلمت حاجات كتير جدا، منها اني لازم تنوع في الغنى، مش لازم امسك مطرب بعينه. لا كنت الاول بحب عبد الحليم جدا، بعد كده عرفت اسطوره زي استاذ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه وغيرهم، طبعا كلهم اساطير. لازم انوع في الغنى بين ده وده وده، ومع الوقت بقيت بسمع اكتر، بقيت بعشق اكتر، بقيت بذاكر اكتر، فالحمد لله. طيب حنان احكي لي برضو التحقتي ازاي بدار الاوبرا وفرقه الموسيقى العربيه، و انا سعيده ان كلكم وشكلكم سنكم صغير، وده مهم جدا ان احنا يكون عندنا كوادر شباب موجودين داخل دار الاوبرا. انا دلوقتي في فرقه التراث الموسيقى العربيه بقياده المايسترو فاروق البابلي. انا كانت يعني اكتشافي بقى كان صدفه جدا، كنت في النادي وكنت بعزف اصلا اله. بتعزفي اله ايه؟ بعزف بيانو. وبعدين كان في مايسترو جاي، كان يعني هو مازال طبعا اسم كبير جدا، مايسترو سليم صاحب. طبعا كان جاي بيكتشف الاطفال ان في النادي. كان انا وقتها عمري 8 سنين تقريبا، يعني وما كنتيش بتغني خالص، كنت بس بتلعبي بيانو بالظبط زي كده. بيوت كتير موضوع البيانو ده اول لما بيحسوا ان عندنا موهبه ما، فدايما الاسر مش عارفه اشمعنى بس بيوجهوا اولادهم للبيانو. ايوه فانا كنت بعزف بقى في المدرسه وبطلع الطابور وكده، فلقيت بالصدفه وانا في النادي يعني بيكتشف الاصوات، فقلت له انا ما بغنيش خالص، فقال لي طب يعني سمعيني، فسمعته حاجه، قال لي لا انت هتجيلي الاوبرا، ورحت فعلا اول حفله وطلعت معاه السوليست على طول. فاكره اول حفله دي غنيتي طبعا ايه؟ طبعا غنيت عيون القلب. عيون القلب نجاه. كنت تلعب قطتين كده وكنت صغيره. مين اختار لك الاغنيه؟ هو المايسترو اختارها لي. وانت كان ليكي في الموسيقى دي وكان ليكي في ستايل المزيكا دي ولا؟ انا كنت بحب الغنى بقى جدا من جوايا وانا مش حاسه، بس كنت بطلع ده على الاله. كنت بطلعه عزف يعني، فلما لقيت نفسي من اول مره غنيت كان المسرح الصغير في دار الاوبرا، من وقتها انا ما بعزفش خالص. بغني بس. طب رحب احكي لنا بقى الحكايه برضو، ازاي دخلتي دار الاوبرا وابتديتي امتى وابتديتي مع مين، مين اكتشفك؟ يعني القصه مش بعيده، زي ما حضرتك كمان قلتي كل بيت دايما بيبقوا الاهل هم اللي بيكتشفوا ولادهم عندهم حاجه وبيناموا ده. بدأت كده، وبعدين المدرسة، الإدارة التعليمية، بدأت أطلع تاني إدارة تعليمية، أخش جمهورية، فماما لقيت أنه برضو مايسترو سليم صاحب كورال الأطفال دار الأوبرا. ومن هنا البداية، وهو صراحة يعني كان جميل، يعني هو علمنا كتير، علمنا الوقفة، وكان بيختار لنا الأغاني، وكان كنا بنروح كل يوم جمعة نتمرن في دار الأوبرا. بس ومن هنا عشان ما نقصرش برضو على المذاكرة والكلام طبعا. ده يعني طبعا هو كان تنمية المواهب للأطفال كان يوم الجمعة ده يعني معروفة. وبالتدريج بقى بنوصل لسن معين، بندخل لجنة كبيرة فيها فطاحل طبعا، وعلى الأساس ده بننتقل بقى. أنا
رحت بعدها فرقة عبد الحليم نوير بقيادة المايسترو صلاح وباشي، ربنا يديله الصحة طبعا، وكملنا بقى المشوار لغاية دلوقتي. فاكرة أول أغنية غنيتيها إيه طيب؟ أنا يعني المايسترو سليم كان دايما يطلعني مع الفرقة الكبيرة ويقدمني برعم من براعم كورال أطفال، وأطلع غني أم كلثوم وأنا صغيرة، وبرضه شراب أبيض وجزمة بقبزيم وكده، فكانت هذه ليلتي كنت بطلع غني مذهب وكوبليه. مين كان بيقعد يفهمك الكلمات؟ لأن أم كلثوم لطفلة عندها 19 سنة ده موضوع صعب وكلمات صعب. بصي هي النشأة عموما في البيت، يعني انا امي الله يديها الصحة دايما الراديو في المطبخ، اذاعة القرآن، وبعدين اذاعة الاغاني، اذاعة ام كلثوم، فاوتوماتيك الاطفال اللي في البيت بيطلعوا خلاص متشبعين بده. وهي الحقيقة اللي اكتشفت وهي اللي جريت وهي اللي ساعدتني وتوديني وتجيبني الى ان انطلقنا يعني. بس الاهل طبعا بيكون عليهم عامل كبير من اول انت بتسمع ابنك ايه لغايه انت بتشجعه اصلا يعمل ايه جنب الدراسه. صحيح. محمد انت كان ليك تجربه في عرب ايدل. بالظبط. وعايزه تحكي لي اكتر عن التجربه دي، ودار الاوبرا كانت قبل ولا بعد؟ دار الاوبرا كانت يعني لا دار الاوبرا الاول وبعد كده عرب ايدل. طبعا عشان بقول لحضرتك انا اكتسبت خبره بصراحه من دار الاوبرا، وبعد كده اشتركت برضو، كان والدي والله برضو يعني انا داخل الغنى بسبب والدي الله يرحمه. قال لي انا نفسي تروح البرنامج ده، كان ساعتها اقتنع بقى ان انا بغني بجد يعني. فقدمت برضو مع اصحابي ومن الاوبرا ورحنا مع بعض، والحمد لله ربنا كرم وسافرت يعني. بس وقفت عرب ايدل بالنسبه لي الخبره الخوف قوي دار الاوبرا طبعا، لان الواحد وراه معاه مايسترات عظام، معاه اساتذه بيدرسوا دكاتره، انا خريج حقوق على فكره. فبقف فعلا الوقفه الخوف اكتر دار الاوبرا المصريه، انما هي دي اللي ضافت لي وهي دي اللي بتضيف لي. انما العرب ايدل كانت تخاف من جمهور الاوبرا عشان الجمهور هناك مختلف طبعاً. جمهور هناك يعني طبعاً. اعتقد انه مقاييسه حتى بالزبط. في السمع مختلفه، مع انه عرب ايدل الناس بالزبط. ملايين بتتفرج عليك، الكلمه لو اتقالت غلط في اغنيه ما فيش رحمه، العربه كمان الحاجه صحيح. اللي اتفزلك لك فيها في الغنى لو اتقالت ايه اللي انت بتقوله ده وشكوى. طبعا جمهور فظيع يعني، جمهور عظيم جمهور دار الاوبرا. علاقتك ايه بالجمهور دار الاوبرا؟ كل كده تكمله الكلام محمد، الجمهور فعلا اللي بيجي بيبقى حافظ الاغنيه من الجلده للجلده. لان حصل معايا انا موقف، كنت بغني حاجه للفنانه صباح، فكان فيها جزء بيقول حسونا ما تحن عليا، فاحنا في الاوبرا المايسترو قال بلاش الجزء ده علشان مش هيبقى لطيف على المسرح لما اقول حسونة. هي كانت فقره في الفيلم كانت بتنده على حبيبها يعني، ففعلا جينا عند الحته دي قصيناها، فالجمهور تحت قعد يقولوا فين حسونة فين حسونة. حافظين طبعا. بالظبط طبعا. حضرتك قلتي ايه بقى السؤال ايه؟ كنت بسالك عن علاقتكم بالجمهور وازاي بتستعدوا، لانه محمد كان بيقول انه برنامج زي عرب ايدل بيشوفه ملايين، لكن بالزبط. هو الرغبه عنده اكتر في الوقوف على مسرح الاوبرا. بالظبط. احنا اولا الجمهور الاوبرا في ناس يعني بتيجي دايما بتبقى متابعه كل الفقرات وكل الحفلات، دول احنا ناس بنبقى عارفينهم يعني شخصيا، عندنا في السوشيال ميديا عندنا دايما متابعينا. في ناس كتير بتيجي مختلفه واعمار كتير واعمار كبيره واعمار صغيرين. انا فرقه تراث بنقدم فن قديم جدا وادوار وموشحات، بس بتلاقي فعلا شباب قاعدين بيسمعوا، مش كلهم ناس كبار يعني. في جميع الاعمار بتجيلنا يعني. مع الوقت مؤخرا فعلا بقينا بنلاقي شباب كتير بيحضروا مختلف الحفلات يعني. طبعا بقى في اهتمام بمساله الاغاني التراثيه واحياء الاغاني التراثيه. واقول لكم حاجه كمان، لما بيكون الكوادر اللي بيقدموها شباب تبقى قريبه للناس، بتشجع. بالظبط. مظبوط. بيتقبلوا منك الغنى القديم. يعني ممكن الناس تيجي تسمع اغنيه لام كلثوم وتحبها وهي اصلا مش بتسمع ام كلثوم، مش عشان احنا احلى ولا عشان احنا احسن، بس عشان اللي انت لسه بتقولي حالا. بالظبط. هو شايفك بصوره مختلفه، شايفك اقرب له، وبيجي بيسمع طبعا مزيكا حلوه، اصوات حلوه، الاجواء نفسها كمان بتاعت مسارح الاوبرا ليها سحر خاص الاوبرا طبعا. يعني في مختلف محافظات مصر كل الاوبرات هي يعني خروجه شيك. الناس بتيجي لابسه حلو وشكلها حلو، وبتدخل بتسمع حاجه حلوه، مزيكا حلوه، اصوات حلوه، فهي حاله كامله. فبقى دلوقتي بقى الاعمار كلهم بيجوا مسارح دار الاوبرا الحمد لله يعني. طيب واحنا بقى يعني الناس اكيد النهارده عايزه تسمعنا اكتر. أيوة. يعني تسمعكم انتوا اكتر ما تسمعناش احنا اكتر، فعايزين نسمع اغنيه. هنبتدي بايه بقى؟
نقول ايه؟ نقول بحبك يا مصر. طب بصولي ليه؟ هقوم انا خلاص. خلاص يا محمد ده بصولك اتفضل كده. معلش في حاجه بس هضيفها عن حب وحنان. بمناسبه الاعمار فعلا بقى في شباب بيحضروا. عايز اشكر جدا دكتور خالد داغر ان هو كمان بقى بيجيب اصوات ومواهب من بره دار الاوبرا بيشتغلوا مع الفرق بتاعتنا. بيكتشف اصوات بالظبط بيكتشف اصوات فبوجه له التحيه طبعا. والموضوع دلوقتي احنا بنوجه له كلنا الحقيقه التحيه يعني بالزبط. كمان دلوقتي بالزبط. بدا يبقى في انشطه مختلفه. وجودنا هنا النهارده بدعم من دار الاوبرا دي خطوه هي صحيح اتاخرت سنين كتير قوي لكن خطوه بنتمناها احنا بقالنا سنين انه يبقى في بقى التعاون ده بين دار الاوبرا وبين الاعلام في مصر بشكل عام سواء بقى اقول لك انا وجهه نظري يعني انا ما اعرفش اذا كانت صح ولا غلط اعتقد انه اهتمام الناس في الشارع دلوقتي بالاغاني التراثيه وبالاصوات اللي هي ممكن تكون مش واخده حقها بقى موجود علشان كده بقيت الناس عايزاكوا اكتر وعايزه ان انتوا تكونوا موجودين وان انتوا تستحقوا ده. بصي ما انا ليه تعليق بصراحه هي مصر طول عمرها يعني قبلة الفن والناس في الشارع يعني الناس كلها زمان بكل اطياف المجتمع كانت بتسمع حفله ام كلثوم بتاعت كل شهر بمختلف الاشكال قصيده بقى لغه عربيه لا بتتحفظ ولغايه دلوقتي عبد الحليم موجود عبد الوهاب موجود واحنا بقينا يعني مع امتداد الزمن بقينا احنا كمان موجودين بس ما كانش في تسليط ضوء قوي علينا. الحقيقه دكتور خالد داغر هو مسك الاوبرا من فتره مش كبيره لكنه بادئ تغيير وتغيير لا بادئ قوي جدا تصريحاته المؤتمرات الصحفيه التعاون بين التلفزيون وبين الشركات والخطط المحطوطه للحفلات اللي جايه ان احنا نظهر بقى فنانين الاوبرا لانه الاوبرا مليانه فنانين صحيح. ما يقلوش خالص عن فنانين الصف الاول صحيح. اللي هي خدمتهم الشهره وخدمهم الاعلام والتلفزيون بس مش انا اصلا انا قطعتك بس حبيت اضيف الحته دي. يلا يا محمد سمعنا حاجه مش انت اللي قلتي هم البنات اتفقوا فانت عارف يعني دايما كلام البنات ليديز فيرست وما اعرفش البنات اتفقوا عليه